انا هنا كمؤتمر وجنت مسرور لانه اخيرا وصلنا الى محطة طالما انتظرناها، والان كما يقال حي على العمل، حي على الصلاح، حي على الفلاح. هذه محطة مهمة بدون شك، ستسهر القيادة الجديدة على الوصول إلى تكوين مشروع مجتمعي للإصلاح واقعي، وهي تتوفر على الكفاءات كما أنها مفتوحة على كفاءات مجتمعية أخرى، حتى نضع المغرب في طريق الإصلاحات الكبرى التي يحتاجها، سواء في الميدان السياسي أو في الميدان الاجتماعي أو في ميدان الحقوق والحريات أو في ميدان محاربة الفساد. إذن ما أحوجنا إلى حزب من هذا النوع بعد أن رأينا يعني ما أسفرت عنه التجربة، وخاصة منذ دستور 2011 إلى اليوم، فالنخب السياسية التي تحملت المسؤولية طبقا لهذا الدستور اليوم مع الأسف لم يعني تستطع أن تتقدم كثيرا في هذه المجالات الكبرى، لا في المجال السياسي لم نتقدر كثيرا في طريق الملكية البرلمانية التي ينادي بها الدستور، الوضع الاجتماعي لا يكفي، يعني لا أحتاج إلى أن أصف التردي الذي وصل إليه، الذي كشفت عنه جائحة كورونا ثم جاءت الحرب، ولكنه هو في الحقيقة هذا أمور كشفت عنها هذه المشاكل وهذه الأزمات الكبرى، بمعنى أنه كان الجو مهيئا لمزيد من التردي، لم نكن محصنين بما فيه الكفاية. طبعا موضوع الحقوق والحريات أيضا يرثى له في هذه اللحظة مع الاعتقالات التي رأيناها منذ محاكمة الريف الكبرى، وانتهاء بالاعتقالات التي تعرض لها عدد من الصحفيين الكبار وحتى من المدونين الذين ليسوا معروفين كثيرا. إذن نتمنى أن هذا الحزب يعبئ نفسه حتى يأخذ المغرب يعني الطريق الصحيح ويشكل قوة اقتراحية وقوة أيضا تعبوية لتنجح في وقف التدهور وفي جعل المسؤولين يأخذون بالاعتبار تعبيرات المجتمع، وهي من ضمن القوة المنظمة التي تأخذ بالاعتبار تعبيرات المجتمع في أدق تفاصيلها.